اهلا بكم مرة ثانية على قناتي الجميلة. اليوم راح نفتح ألبوم تايم سليب حق سوبر جونيور. دي المرة حنفتح نسخة ليتوك. للأسف إذا كنت أشتري الباكيج كامل حق كل الأعضاء بس سولد أوت للآن. وأنا بسويت فيديو هو سولد أوت. بس في أعضاء لو تدخلوا بعض المواقع يبيعوها على حدة، يعني كل عضو لحال. أنا ما اشتريت غير عضوين اللي هو تونكي ديتوك. مرة هنا شكله جميل، حطيته على اللوحة حقتي، لصقت الصورة دي على اللوحة. المهم ما حبيت اشتري بقية الأعضاء لأنه قررت اشتري الألبوم اللي بعده اللي اسمه تايم، نسيت ايش اسمه. بس خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوف الألبوم قصدي. جلسة التصوير لكل الأعضاء كانت مرة حلوة، عشان كده كان نفسي مرة يكون عندي كل الأعضاء. أشكالهم مرة كانت جميلة. أخي ما يصدق إن دول كبروا. فن فاكت، أنا حضرت حفلتهم، اللي ما يعرفوا حضرت حفلتهم لما جو جدة. كل أفتكر الهيوكو يسوي جروب قلب الصغير دي تكا قدامي مشيون. ان شاء الله يبالي ححطها بالله. ايش بصوت تغير؟ رجع صوتي. ححط الفيديوهات نهاية الفيديو ده، او ححط منها مقاطع وانتو ارجعوا شوفوا الفيديو كامل على صفحتي في انستغرام. بس كانت الحفلة جدا 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 حلوة. افتكر لبسوا هذا حق الكروهات نفس ألبومهم اللي قبل، نفس اللبس. او يشبه، ما اعرف صح. اكتبولي أسفل في التعليقات من عضوكم المفضل. أنا أحب لي دونغي وشيون كلهم، يعني كلهم أحبهم بس دول أكتر شيء. أفتكر كنت أول ما بدأت أحب سوبر جونيور كان بايسي كهيون، بعدين على طول أتغير لي دونغي، بعدين اتغير لشيون من مسلسله انتي جميلة. She was pretty. كانت جميلة، عذرا غلط. اللي ما عجبني في دار فيديو قصدي في ديجيتال التصوير انه الصور مكررة لو لاحظتوا، ما ادري ايش حسوا.
وكده وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة وتنشروا الفيديو إذا عجبكم، حتى لو ما عجبكم انشروا لكل الناس اللي تعرف فيهم يحب الكيبوب أو مرة ما علاقة بالكيبوب، انشر الفيديو قد ما تقدروا. شكرا مرة على وقتكم، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. مع السلامة، باي. أترككم صح مع الفيديوهات حقت الحفلة، إن شاء الله تعجبكم. شوفوا بقية الفيديوهات في صفحتي في إنستغرام. مع السلامة. مرحبا أنا سيوم أشي داكو لادو أنا. Aku tu hujah datang.